إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه خير جزاء جزيت به رسولا عن رسالته ونبيا عن دعوته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته والعمل على مرضاته. معاشر المسلمين والمسلمات، في القرن 12 الهجري 18 الميلادي أرادت الدولة العثمانية أن تقترض من الدول العظمى آنذاك، وهي فرنسا وإنجلترا وألمانيا، فوضعوا شروط للموافقة على هذا القرض، قرض تحديث الجيش والسلاح. من هذه الشروط إلغاء التقويم الهجري واستبداله بالتقويم الإفرنجي الميلادي. يتكرر هذا الأمر في القرن 13 الهجري الموافق 19 الميلادي، لكن هذه المرة مع مصر، فقد أراد خديوي مصر أن يقترض الذهب، وذلك للاستعانة على فتح قناة السويس، فأرسل بطلب إلى فرنسا وإنجلترا ليقرضوه المال الذهب، فاشترطوا 6 شروط، وأحد هذه الشروط إلغاء التقويم الهجري واستبداله بالتقويم الميلادي. إن كل مستعمر إذا أراد أن يرسخ توابته وهويته سلك في ذلك طريق إلغاء التقويم الهجري. لماذا؟ لأن التقويم الهجري هوية من هويات المسلمين، لأن التقويم الهجري تقويم رباني، تقويم إلهي. فإذا كان التقويم الإفرنجي أو تقويم المجوس أو تقويم غيرهم يقوم على علمائهم، فهم الذين يعتنون به وهم القائمون عليه، فإن الأحبار يقومون على التقويم النصارى. وأما ما يسمى بعلماء المجوس فإنهم يقومون على تقويمهم، واليهود كذلك يقوم علماؤهم على تقويمهم. إذن هو تقويمات يقوم عليها أناس بشر، لكن التقويم الهجري تقويم رباني. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فماذا قال بعدها؟ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآيات. التقويم الهجري الذي يتبع رؤية الهلال في سنة العد تقويم ارتضاه المولى عز وجل لهذه الأمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة وداعه: لقد استدار الزمان
كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، وواحد فرد صرد، وهو رجب مضر. الحديث في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. تقويمنا ليس عبث، التقويم الهجري لا خلل فيه، التقويم الهجري قيمة هذه الأمة، أمة الإسلام. التقويم الهجري مرتبط بثلاثة أركان من أركان الإسلام، فبالتقويم الهجري نعرف شهر رمضان برؤية الهلال وتتابعه بعد الشهور العام، بالتقويم الهجري نعرف الحول في الزكاة الذي هو ركن من أركان الإسلام، بالتقويم الهجري نعلم شهور الحج وأيام الحج. فالتقويم الهجري هويتنا، ثوابتنا. لقد جعل الله عز وجل لهذه الأمة هوية قائمة لها، مستقلة بها. عرف ذلك سلف هذه الأمة وعلموه وخبروه، فاجتمعوا في السنة 17 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ليضعوا تقويما خاصا لهذه الأمة، وكانت لهم في ذلك خيارات يطول ذكرها. واختاروا الهجرة لأنها انتقال إلى دولة الإسلام وإلى العمل وتثبيت أركان هذا الدين، دين رب العالمين. علموا بأن الهجرة هي قوة للأمة، وهي رفعة لها، وهي جانب عملي دعوي تطبيقي للإسلام، فاختاروه لثباته وتأكيده وإجماع حول تاريخه، واختاروه كذلك لأنه علامة وشعار لهذا الدين ولهذه الأمة. فما بالنا، ما بالنا قد رضينا بالاندحار، ما بالنا وقد رضينا بالانكسار، حتى صرنا لا نعلم ما هي شهور العام الهجرية ولا الحرم منها، لا نعلم أي شهر نحن ولا أي سنة نحن. والله إنه ليحيك في الصدور أن تسمع وترى من يسأل عن شهور السنة الهجرية فلا يعرفها. ولا أقول الشباب فقط، بل الشيوخ والكبار، وكأنه انصرم زمن الناس الذين كانوا يعدون الشهور ويحفظونها، فصار أغلبنا، ولا أقول كلنا، يعرف الشهور الميلادية، لأن شهور مرتبطة بأجوره ومرتبطة بأعماله ومرتبطة بديونه ومرتبطة بدنياه، فيحفظها ويسردها سردا ويمليها مليا. ولكن إذا ذكر له الأشهر الهجرية فضلا عن أن نذكر له الحرم منها، تلكأ وتتعتع وحاض وباض حتى يأتيك بشهر واحد منها. أليس عيبا أن يكون الصحابة قد اجتمعوا رضي الله تعالى عنهم ليؤرخوا لهذه الأمة انطلاقا من هجرة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أليس عيبا وعار ألا تأخذ من هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أثبت هذه الشهور، فقد كانت شهورا في الجاهلية وكان يغير وقتها، وهو ما يسمى بالنسيء. كان القلامس من كنانة، سادات كنانة هم المكلفون بهذا النسيء وتغيير الشهور عن وقتها. إنهم أرادوا بذلك أن يغيروا من الأشهر الحرم ومن أشهر العام الهجرية، لكن الله عز وجل أبى إلا أن يثبت الشهور في وقتها. ولذلك لما ذكر شهر رجب في الحديث ذكر رجب مضر، قبيلة مضر التي كانت تحافظ على الشهور في وقتها، وكأنها إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى رجب الذي وضعته وتركته مضر، قبيلة مضر في وقتها، تشريفا لها على أنها لم تدخل مع القبائل الأخرى في النسيء في تغيير الشهور عن وقتها. أفبعد كل هذا يأنف الواحد منا ويستحي ويستعر أن يذكر أي شهر هو؟ والله لعيب على أننا نسول الواحد نقول إحنا أي سنة هجرية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هجرة الرسول ديالك، يا كنقول حبيبنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام، فأين نحن من الاقتداء به؟
ولا عرف السنة ما يعرف الشهور، ولا عرف الشهور ما يعرف الحرم منها. هذا الشيء من الواجب علينا أننا نعرفوه ونتعلموه. على المرأة المطلقة بأي شهور كتحسب؟ بالأشهر الميلادية. شحال من واحد كيتصل بينا كتقول لك راه درت دوز 3 شهور ديال الهجري الميلادي؟ لا، الهجري كنحسبوا عدة المتوفى زوجها اللي توفى على الزوج ديالها 4 شهور و10 أيام، كيمشيو يحسبون بالميلادي. زدتي أيام عليك، لا كتحسبوا بالهجري. ملي كنجيو نشوفوا الكفارات ونجيو نشوفوا الإله ونجيو نشوفوا المواعيد، فكانت تضرب بالشهر الهجري لا بالميلادي. ألا فرجوعا إلى ثوابتنا وإلى هويتنا، ولا تحسبه هينا فهو عند الله عظيم. فالمتمسك بدينه يبدأ بالتمسك بثوابته. اللهم اجعلنا من المتمسكين بثوابتنا وبديننا والمتبعين لنبينا حدوى القدة بالقدة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد المرسلين، وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.